السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى من الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم غنشارك معكم واحد طارطولين اولا كيش حلوين. كنحتاجوا في المقادير 125 غرام ديال الزبده، جوج كيسان ديال الفورس بالعبار ديال كاس العنبه، عندنا بيضه، عندنا هنايا واحد ثلاثه المعالق كبار ديال السكر كلاصي اولا كاس لارو، عندنا هنا واحد ثلاثه المعالق ديال الحليب، عندنا فانيا. صافي نبداو على بركه الله. عندنا واحد القبيصه ديال الملحه، نبداو على بركه الله. غنديروا هاد الفاني ونخلطوا الزبده مع الفورس. دابا غنزيدو السكر كلاصي أو السكر الناعم، صافي. دابا غنزيدو بيضة، غنزيدو واحد ثلاث المعالق ديال الحليب، دابا من بعد ما جمعنا الخليط هذا هو القوام ديالو، غنجمعو في بلاصتو وغنديرو في التلاجة مدة نص ساعة ولا ساعة، إلا عندك الوقت ساعة ما أمكن كتكون أحسن. المهم دابا غنسرحوها بالمدلك، راه خليناها في الفريكو ساعة في التلاجة. دابا غنقطعوهم، ودابا بعد ما من بعد ما خرجناهم من الكونجيلاتور غنديرو فيهم بهذه الطريقه هذه، غنديرو فيهم اللي عندك الروز العدس الحمص اللي عندك، علاش ما يطلعوش من الوسط ما يتلفحوش. الطريقة هذه غنصيبو الكريم باتيسيير، عندنا هنا جوج كيسان ونص ديال الليمون ديال عصير الليمون، عندنا واحد المعلقة غامرة ومعلقة نص معلقة ديال السنيدة، وعندنا واحد جوج معالق ديال الكريم باتيسيير. Thank you.
تحركوا على المسمار.